الآن الإشكالية، وهم اقتنعوا الإخوة بالديمقراطي الثاني أنه يأخذون مناصب الوزارية، لأنه سنف عكست يعني، هو مو عرف الرئاسة جمهورية الاتحاد تمام. مع وزارة عدل على وزارتين للديمقراطي الثاني أحداهن سيادية، الآن يمكن ثلاث وزارات قد تكون للديمقراطي الكردستاني أمام حق الاتحاد، منصب رئاسة الجمهورية أمام حق الاتحاد، البقاء بحق الاتحاد العرفي بيناتهم متفقين من زمان، مو يعني أطراف سياسية عراقية. فبهذا الشكل ماشية.